أهلا بكم من جديد. بعد نحو شهرين من التوتر الذي سيطر على العلاقات بين واشنطن والرياض، كشفت تقارير أمريكية أن واشنطن تراجعت عن تهديداتها تجاه السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط العام الماضي. وبحسب التقارير، قد يكون ملف إيران سببا رئيسيا في ذوبان جليد بين الرياض وواشنطن، وتجاوز الإدارة الأمريكية بعض الظروف التي أحاطت بها كأزمة النفط والانتخابات النصفية التي حققت نجاحا فيها. فهل تذيب إيران بالفعل مع تعثر الجهود للوصول لاتفاق نووي الجليد بين واشنطن والرياض؟ وما أبرز علامات التحسن في العلاقة بين الجانبين؟ هذا وأكثر ما سنحاول الإضاءة عليه، لكن بعد لحظات. وللتوسع في هذا الموضوع ينضم إلي من الرياض العميد حسن الشهري، الخبير السياسي والاستراتيجي، ومن نيويورك أستاذ مهدي عفيفي، المحلل السياسي وعضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي. أهلا بك سيد مهدي، ومعك أبدأ. يعني اليوم، هل بالفعل واشنطن تحسن علاقاتها مع السعودية لتدارك خطر أو احتواء الخطر الإيراني كما تقول الصحيفة الأمريكية، أم أنها يعني مجبورة على هذا التحسين في العلاقات لتدارك مسألة يعني انعكاسات الحرب الأوكرانية على سوق الطاقة السلبية؟ التحية إليك ولضيفك الكريم وإلى المشاهدين الأعزاء. الولايات المتحدة الأمريكية ليست مجبورة أن تقوم بشيء، وكما ذكرت على قناتكم وقنوات أخرى، التجاذب والتنافر بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية لا يعني انقطاع هذه العلاقة، أو كما يحاول يصورها البعض. العلاقة ليست بين ندين، الولايات المتحدة الأمريكية على علاقة طويلة بالمملكة العربية السعودية، والسعودية تعلم جيدا مدى علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هناك اتهامات للرئيس الأمريكي بمحاولة جعل السعودية دولة منبوذة بوعده الانتخابي، وكان قد وعد بذلك وتراجع عن هذا الوعد بزيارته إلى السعودية ومحاولة يعني تحسين وضع الطاقة والإنتاجات النفطية التي تملك السعودية، يعني القرار فيها في منظمة أوبك بلس. مرة أخرى، بالطبع هناك من يعرف السياسة الأمريكية، في هناك بعض أقطاب في الحزب الديمقراطي في الجناح اليساري كانت ترى أنه لابد من معاقبة المملكة العربية السعودية نظرا لقضية خاشوجي، وهذه نسبة لا زالت موجودة إلى الآن. لكن في النظر للعلاقات الدولية لا يمكن النظر من جهة واحدة، ولكن رأت الولايات المتحدة الأمريكية أنه لابد أن يكون هناك استمرار الحوار. وكما ذكرت من قبل، وقد وصلت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في عصور سابقة إلى حد طرد السفراء. لذلك هذه التجاذبات تتوقف على الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية، وتعلم الولايات المتحدة الأمريكية أنه في بعض الأحوال في بعض الدول لابد من أن تظهر هذه الدول في الداخل بشكل أقوى بكثير لأسباب كثيرة. لكن الواقع ما يحدث وراء الكواليس من
تطوير هذه العلاقة للمصلحة المتكاملة. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن السعودية لا تستطيع الاستغناء عن الاستخبارات الأمريكية والدعم خاصة في قضايا بالحديث عن هذه الاستخبارات. بالحديث عن هذه الاستخبارات، دعني أتحول إلى ضيفي من الرياض العميد حسن الشهري. يعني بحسب التقرير في هذه المجلة الأمريكية، الصحيفة الأمريكية، رصدت عدة علامات على تحسين العلاقات، وبغالبها يعني صح التعبير كلها بوادر حسنية أمريكية تجاه السعودية، من عرقلة لقانون الكونغرس بشأن التعاون الاستخباراتي مع السعودية إلى إجهاض محكمة مدنية تدين ولي العهد في قضية مقتل الصحفي في خاشقجي سعوديا. كيف تفهم كل هذه البوادر الأمريكية وكيف يتم التعامل معها؟ وهل اليوم السعودية معنية بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، أم أنها يعني تسعى في ضرب آخر صوب العلاقات الصينية الروسية التي تتحسن في الآونة الأخيرة؟ شكرا، تحية لكم الأستاذ معدي ولمشاهدين. علاقات الرياض بواشنطن قديمة جدا وعميقة، والسياسيون يتكلمون عن علاقات استراتيجية وشراكة استراتيجية، وربما بعض المراقبين يراها علاقة حاجة واحتياج في الماضي وإلى الحاضر. الولايات المتحدة دولة عظمى، ولكن مع الأسف الحزب اليساري الديمقراطي وخاصة في عهد أوباما وأيضا تكرر في عهد الرئيس بايدن في هذه المرحلة لم يكن منصفا مع القضايا في المنطقة، وكانوا ينظرون بفوقية إلى المنطقة وتسببوا بتدمير كثير من الدول العربية، بل سلمت العراق الولايات المتحدة إلى إيران، وما يحدث في سوريا واليمن. أنا في اعتقادي أنه في بعض السياسيين والإعلاميين في الولايات المتحدة وغيرها في الإقليم وفي أوروبا مع الأسف أحيانا يستعصي ما يصدر منهم فهمه، ولكنه لا يلبث أن يرتد عليهم سلبا، لأنه السياسة السعودية حكيمة ووازنة وتتحدث بما يحقق المصالح بين البلدين. عندما يكون هناك شراكة استراتيجية فلابد أن تكون متوازنة ومتعادلة. نعم، الولايات المتحدة قاطعت امدادات الأسلحة في عهد بايدن، هددت بأن تكون منبوذة، وأيضا توقف التعامل الاستخباراتي في فترة ما، لم تكن المملكة العربية السعودية بحاجتها، فعلت أيضا ألمانيا كذلك. الكل استدار إلى الرياض، الكل بحاجة الرياض، والرياض بحاجة الجميع. المملكة العربية السعودية ليست دولة معزولة على العالم ولا الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أخشى ما أخشى أنه مثل هذه التصريح التي تحاول أن تظهر فيها بعض الزعامات الأمريكية أنها لا زالت دولة وقطب أعظم منفرد في العالم، وأنها تستطيع أن توجه الآخرين ويكونون تابعين لها، ثم لا يلبث أن تستدير هي بنفسها، وبالتالي تعطي الفرصة للآخرين، وبالتالي نحن بحاجة إلى نظام دولي يقوم على التوافق في هذه المرحلة. وأنا أعتقد أنه الديمقراطيين في الولايات المتحدة وبعض الجمهوريين يقدمون للعالم المفتاح السحري لذلك. عن هذا المفتاح السحري أتحدث مع ضيفي من نيويورك. يعني لماذا الآن تضيء الولايات المتحدة على تهديد الخطر الإيراني وتنادي بشد الأيادي لمواجهة هذا الخطر؟ وهذا الخطر موجود أصلا يعني منذ سنوات سابقة وقائم، والاتفاق النووي مجمد أيضا منذ سنوات. المستجد الوحيد هنا عمليا هو الحرب الروسية وانعكاساتها على سوق الطاقة. اليوم إلى أي مدى يخيف سيناريو تقارب السعودية مع الصين وروسيا واشنطن؟ دعيني فقط أصحح نقطة، أعتقد أن صديقي من المملكة العربية السعودية يعني لم يحسن فيه. أولا، لا يوجد ما يسمى الحزب الديمقراطي اليساري في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك داخل الحزب الديمقراطي ونحن نعلم مجموعة من اليساريين، وهي مجموعة قليلة جدا لا تؤثر على الحزب الديمقراطي. النقطة الأخرى، الحرب التي كانت في العراق لم تكن ديمقراطية أو جمهورية، وقد أعتقد أنها حدثت في إبان فترة الرئيس بوش وهو رئيس جمهوري. كانت هذه حاجة لهذه المنطقة، وقد رأينا العراقيين يستجدون بالولايات المتحدة الأمريكية لتخلصهم من صدام، فلذلك وجب توضيح هذه النقاط. التهديد الإيراني موجود منذ فترات، وأعتقد أن احتواء إيران كان يعني يرى
في الاتفاق النووي الإيراني. لكل المحللين سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية رأوا أن الاتفاق النووي الإيراني كان يحد بشكل كبير من إمكانيات إيران في الوصول إلى تهديد حقيقي. لكن واشنطن لم تشرك أصلا دول الخليج في هذه المفاوضات وفي مفاوضات الاتفاق النووي، واستثمت السعودية ودول الخليجية وهي يعني صاحبة الضرر الأكبر من التهديد الإيراني في المنطقة. هذه الاتفاقية لم تكن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإنما كانت اتفاقية دولية، والقرار كان قرار دولي بما فيه قرار روسيا. روسيا تغيرت وتتغير كما نعلم، أي أحد يعرف في السياسة روسيا تتغير وتتقلب حسب الأوضاع. النقطة التي أشرت إليها والتي سألت عليها، هل يمثل التقارب السعودي الروسي الصيني مثل تهديد للولايات المتحدة الأمريكية؟ على الإطلاق هناك تقارب صيني، والمملكة العربية السعودية تستورد من الصين يعني أكثر بكثير مما تستورده من الولايات المتحدة الأمريكية. العلاقات السعودية الأمريكية، ويعلم هذا السعوديين جيدا وأنا أعلم بذلك، لا يمكن مقارنتها بعلاقات اقتصادية مع الصين. الصين اهتماماتها اقتصادية بحتة، ولن تدافع عن أحد ولن تدعم أحد، وإنما تدعم نفسها فقط. روسيا تتقلب بحسب حاجتها، وقد رأينا هذا مرارا وتكرارا. وصول المملكة العربية السعودية للتقارب مع روسيا ومع الصين لا يهدد على الإطلاق الولايات المتحدة الأمريكية. هناك بعض المتخوفين من ذلك، لكن كي نرى حجم الولايات المتحدة الأمريكية وحجم تلك الدول، قد تكون الصين قوية اقتصاديا، لكن لا يمكن على أي شكل من الأشكال حتى في العصر الحالي والوقت القريب مقارنة ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية. والعلاقة لابد من معرفة مدى العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وما هي الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للسعودية على مدار العصور السابقة. طيب دعني أتحول بتساؤل إلى السيد عميد الشهري. اليوم شاءت الرياضة أم أبت، هناك خطر إيراني مجبرة على مواجهته ومجابهته، لكن ما فرص أن تكون هذه المواجهة بعيدا عن التحالف الأمريكي الشرق أوسطي في هذه المرحلة؟ لا شك إيران تشكل التهديد الأول في المنطقة، مع الأسف هي متزعزعة الأمن والاستقرار، ولكن من أعطاها هذا النهوض وطاول أقدارها الولايات المتحدة سواء جمهوريا أو ديمقراطيا. لكن ما نعلم في العراق أنه أنشئ الحشد الشعبي العراقي، وصدرت الفتوى ب 200 مليون دولار من الخزينة الأمريكية للسيستاني، وبني داعش المنظمة الإرهابية في عهد أوباما، وهذا ما تعترف فيه الأكبر الشخصيات الولايات المتحدة الأمريكية. ثم ذهبت العراق باتجاه إيران وكذلك سوريا وكذلك مناطق أخرى. لا نود أن نعود الماضي. أنا أعتقد أنه أدرك البيت الأبيض الآن كان يسير بالاتجاه الصحيح، وأن الرؤية السعودية ونظرتها مع أشقاء في دول المجلس حول الملف النووي الإيراني كانت هي الصائبة، وبالتالي استدارت إلى الحقيقة. ليس بالضرورة لو كان الكلام هذا صدر من دولة غير السعودية كانت استدارت الولايات المتحدة إلى هذا الاتجاه. عميد شهري، إلى أي مدى ممكن أن تستغل اليوم السعودية التقارب مع الصين وعلاقاتها الطيبة مع إيران، وأيضا الحوار المباشر مع تهران عبر العراق لربما لمجابهة هذا الخطر بالاحتوائه عن طريق التقارب لربما؟ مع الأسف إيران عبارة عن أداة بيد الصين وموسكو والولايات المتحدة، كل يحركها بالاتجاه الذي يرى فيه مصالحه. ولكن أعتقد أن الصين دولة غير مؤدرجة كما تقوم في الولايات المتحدة وغيرها باستخدام وسائل أخرى للضغوط على القيادات وعلى الشعوب. الصين تبحث عن المال والاقتصاد كما أشار الضيف الكريم من واشنطن، لكنها تتطور في الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري والتكنولوجي وفي البعد الرابع في المجال الفضائي وخلافه، تطور كثيرا وأصبحت تشكل تهديد مباشر للولايات المتحدة الأمريكية. أنا في اعتقادي حرب أوكرانيا حاولت الولايات المتحدة أن تستثمر في حرب أوكرانيا، وليس من أجل عيون الشعب الأوكراني أو زيلينسكي، إنما من أجل إضعاف روسيا للوصول إلى أهداف أكبر في القطب الشمالي وخلافه. ولكن دعيني في هذه النقطة، محاولة استخدام أوبك بلس كأداة سياسية لم تقبلها المملكة العربية السعودية ودول المنظمة وقوبلت. أما قضية كما أشرت في 30 ثانية ما أشرت قضية خاشقجي مواطنين سعوديين قاموا بجناية ضد مواطن سعودي على أرض سعودية، القضاء السعودي اتخذ قراره، وكل من تحدث في هذا الموضوع ألقي محجرة والكل تنازل، ولن يكون لهذا الملف
له قيمة والوزن في المملكة العربية السعودية، لأن هذا شأن سعودي داخلي ولا نقبل التدخل فيه. لربما تعليق أخير لسيد مهدي عفيفي، في حال لم تلبي الرياض واشنطن في أسلوب مواجهة هذا التهديد، ما الذي يمكن أن تفعله واشنطن مع تعثر الجهود للوصول لاتفاق نووي في دقيقة لو سمحت؟ كما أشار ضيفك الكريم، أكثر المتأثرين بتهديد إيران هو دول الخليج والمملكة العربية السعودية، وتعلم جيدا أن كما ذكر ضيفك الكريم أن الصين وروسيا لم تلعب أي دور من الأدوار في كبح إيران أو التعاون مع الدول العربية. لذلك مهما حدثت الخلافات فأن المملكة العربية السعودية تعلم جيدا أن لولا الولايات المتحدة الأمريكية التي ليست مهددة مباشرة بإيران لكانت إيران استمرت وضربت بشكل أكبر المملكة العربية السعودية، ولذلك لابد من التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية دولة. شكرا جزيلا لك مهدي عفيفي المحلل السياسي وعضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي، حدثتني عبر خدمة السكايب من نيويورك، وشكرا موصول للعميد حسن الشهري الخبير السياسي والاستراتيجي حدثني من العاصمة الرياض. وأنتم مشاهدين من حديث السياسة إلى الاقتصاد.